وكأن عقارب الساعة عادت في عاصمة الشمال طرابلس إلى الوراء، وتحديداً إلى ما قبل تفشي جائحة كورونا. التزام شبه غائب بحالة الطوارئ الصحية والإغلاق التام الذي فرضته السلطات بعد انهيار القطاع الصحي وللحد من التفشي الواسع للوباء. هنا لا كمامات، لا تباعد اجتماعي، فقط غضب شعبي وخوف من الجوع في ظل عدم تقديم السلطات أي تعويضات مالية للعائلات الفقيرة للصمود في منازلها مع تفشي الجائحة. معي تاكسي أنا عم بنزل، شو بدي أعمل تاني؟ بدل قديم البيت، مين بيطمنا؟ مين بدي صينا؟ الدولة بتعود علينا؟ عم نزل وعم نشوف دوري، عم نهرب منه. كورونا في كورونا، بس شو بدنا نعمل؟ الله يفرجها. ها هو الحاج هيثم الضناوي يقدم الكعكة الطرابلسية لزبائنه، يتحدث عن حالة غضب من جوع بات يطرق بابه ويراه أشد وطأة عليه من الوباء. لا والله ماني خايف من كورونا، خايف من أولادي، خايف من أولادي إنه نجوعوا. أنا بجوع بقدر أتحمل الجوع، أنا مر علي كتير بس مثل هالأيام هيدي ما مرقت. من طرابلس التي لقبت بعروس الثورة يحكى عن إعادة أحياء شعلة الثورة التي انطلقت في أكتوبر من العام الماضي. ناشطون يتحدثون عن تصعيد احتجاجاتهم ليس فقط ضد الإقفال العام، إنما في وجه طبقة سياسية يجددون مطالبتهم لها بالرحيل. لا يعرفوا الجيش اللبناني أنه نحن مش ضدهم، نحن ضد هاي السلطة الفاسدة، نحن ضد هودي اللي حاميينها وزعمها اللي سرقونا ونهبونا 30 سنة. ما يحمون، يحمونا لأننا نحن. قيادات المدينة السياسية لا تستبعد فرضية تحويل الشارع صندوق تبريد لإيصال رسائل سياسية مع استمرار الإخفاق في تشكيل الحكومة. بالتأكيد هناك أسباب تحرك الشارع، وهي غياب الأفق السياسي، هي غياب الحلول، الإقفال العام والفقر المستشري. ووسط تحديات الغلاء وبلاء الوباء، لا يجد عمال طرابلس وأغلبهم يعتشون على نحو يومي سوى التضحية بصحتهم كسباً للقمة العيش. التداعيات الاقتصادية للإغلاق التام تلقي بظلالها على يوميات أهل مدينة طرابلس الذين يتحدثون عن ارتدادات سلبية للإقفال فاقمت أوضاعهم المعيشية سوءاً وزادتهم فقراً وجوعاً في مدينة تعد الأفقر على الحوض الشرقي للبحر المتوسط. جين عفيش، الحرة، طرابلس، شمال لبنان.